يتواصل الجدل بخصوص ملف انضمام الجزائر لمنظمة العالمية للتجارة الذي طال أمده، وفي هذا السياق تتناقض تصريحات بين الوزراء والمسؤولين. المزيد من التفاصيل في تقرير سوريا شعلان. الحديث عن انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة عاد ليطفو إلى السطح مجددا مع عودة التناقض الذي يطبع تصريحات المسؤولين الجزائريين في كل مرة عن هذا الموضوع. تصريحات الوزير الأول عبد الملك سلال في وقت سابق بخصوص عدم ارتباط الجزائر بفترة أو مدة زمنية معينة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ليبرز بن يونس وزير التجارة السابق ويصرح عن تقدم المفاوضات للانضمام إلى المنظمة قبل نهاية السنة الجارية. على النقيض من ذلك جاء بختي بالعايب القائم الجديد على القطاع ليفجر قنبلة من العيار الثقيل ويناقض سابقه بخصوص هذا الملف، حيث أكد أن الأخير لا يزال مكانه ولا يبشر بأي تقدم، وذلك منذ 16 عاماً. وهو ما يدعمه تصريح لممثلة المنظمة العالمية للتجارة كشفت فيه عن تراجع مفاوضات الجزائر بخصوص الانضمام إلى المنظمة، مؤكدة على ضرورة تسريع وتيرتها للالتحاق بها في أقرب وقت ممكن. طبيعة الملف، يعني ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، يعتبر ملف من في غاية التعقيد والصعوبة على مستوى الرهانات والمؤشرات الاقتصادية للجزائر. يبدو أن موضوع انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة لا يزال شائكا، خاصة في ظل الأزمة النفطية الحادة التي زادت من عقبات الاقتصاد الوطني أمام رغبة طال انتظار تجسيدها.